في واحد قريب ليا بصراحة سيدنا أنا معصر فيه جدا، لأن كل حاجة حواليه بتخدمه برغم إنه شخص بعيد عن ربنا، ومع ذلك صحته حلوة، معاه فلوس كتير جدا، بخيل، بيتريق على بتوع الكنيسة والصلاة، مش بيصوم ولا بيصلي، وبيختار الصدقات اللي فيها مصالح وحاجات تانية كتير، ومع ذلك ما لاحظتش من سنين طويلة إن ربنا وضعه في تجربة عشان يقربوا منه، وحتى حد من أهله بيصلي له لكن ما فيش تغيير في حياته، وأنا من الناس اللي بيعاملهم بطريقة مش كويسة، كل حاجة بتجيلي بتكون بعد تعب وهو بيتريق على حالي، عشان كده بعاتب ربنا كتير في الموضوع ده ومش عارف ليه كده. أرجو ألا نقارن أنفسنا بالناس، وألا يكون عندنا هذه النظرة السيئة. يعني صاحب السؤال أو صاحبة السؤال بتقول غني وصحته حلوة، نسيب الناس في حال، ومش محطوط في تجربة. احنا مالنا وماله؟ كل واحد له قصة حياة مع الله وقصة تدبير الله لحياته، احنا مالناش دعوة بيها. وما يصحش احنا نتمنى للناس الخير حتى لو كان هو ملوش علاقة بالله، نصلي ان ربنا يفتح قلبه للعلاقة، وما نقعدش نوزنها بكده. طب ما هو العالم كله ماشي في الإلحاد وماشي في البعد عن الله. الله لو استخدم الطريقة بتاعت السؤال ده، ان انا اللي هيبعد عني هأدبه وهنفيه من حياتي، كان هيبقى إله قاسي. لكن هو بيدي عشان في الآخر يقول له انت بالعذر أيها الإنسان. فما نحكمش على الناس، جايز انا بحكم عليه ان هو بخيل، ما جايز بيعمل عمل خير في الخفاء وانا ما اعرفش. بس واضح ان يعني صاحب السؤال مأذي من الشخص اللي هو متضايق منه، اصلي له لكن ما بقاش احقد عليه واحسده على الخير اللي هو فيه. طب انا هقول نفتك ان ممكن جدا الواحد يكون بيشوف حد في تجربه، ولما بيجي يعزيه او حد من الاباء بيطبطب عليه فبيقول التجربه دي لخيرك، ربنا بينقيك، ربنا بيرفعك، طب ليه ده مجرب وده مش مجرب؟ يمكن هي المقارنة اللي بتتعب الناس، يعني ده حد مجرب كده قوي ما وحد ينفعش. لا. ما ينفعش نعمل مقارنة، كل واحد له تدبير خلاص خاص بيه في حياته غير الآخر، كل واحد ليه سكة غير التاني.